على الخطوة الحادية عشر من حسابات وتحليل 6 سيجما الخاصة بحساب مستوى سيجما اللي هو سيجما ليفل. وهون في عندنا ثلاث أرقام، الرقم الأولاني سيجما ليفل أكتوال، الرقم الثاني سيجما ليفل شورت تيرم، الرقم الثالث سيجما ليفل لونج تيرم. يستخدم الرقم الأول اللي هو مستوى سيجما الواقعي إذا كنا مهتمين بأنه نحسب سيجما ليفل للمنتجات اللي تم تصنيعها فعليا. أما سيجما ليفل شورت تيرم يعني مستوى سيجما على المدى القصير، فيحسب للمنتجات المنضبطة اللي لها لوحات ضبط جودة، وبالعادة لا يوجد أي قيم شاذة عن الخطوط خط ضبط الجودة العلوي وخط ضبط الجودة السفلي. أو إذا كنا إحنا مهتمين بأنه نتعرف على مستوى سيجما على المدى القصير، وبالعادة هذا هو الرقم اللي إحنا بنحسبه إذا لم يطلب منا خلاف ذلك. وبالأخير في عنا سيجما ليفل على اللونج تيرم على المدى الطويل، وهذا الرقم احنا بنحسبه في حال المنتجات غير المنضبطة، اي المنتجات اللي قد يكون لها بعض المنتجات تتجاوز قيمة الحد الضبط العلوي او تقل عن حد الضبط السفلي، او اذا كنا راغبين بانه نتعرف على مستوى سيجما على المدى الطويل. زي ما حكينا اذا لم يطلب منا رقم بعينه فبنختار وبنحسب سيجما ليفل على الشورت تيرم. المعادلة الخاصة بحساب سيجما ليفل هو بكل بساطة عبارة عن الزد سكور زائد 1.5. الآن هذا الرقم اللي هو 4.12 عبارة عن الزد سكور اللي تم حسابه لعدد العيوب عدد العيوب والمنتجات غير المطابقة لكل مليون بالشكل الواقعي اللي تم حسابها في النقطة 11، وهذا رقم اللي هو 5.28 أيضا هو عبارة عن زد سكور زائد 1.5. زد سكور عبارة عن المناظر لعدد العيوب والمنتجات غير المطابقة لكل مليون على المدى القصير، وال5.01 عبارة عن الزد سكور زائد 1.5، والزد سكور عبارة عن عدد العيوب والمنتجات غير مطابقة لكل مليون على المدى الطويل. وخلينا نشوفهم مع بعضنا مرة أخرى. فهذا هو رقم الزد سكور اللي تم حسابه في النقطة السابقة لنسبة المنتجات غير مطابقة لكل مليون الواقعية اللي هو 2.62، ونشوف إذا أضفنا له 1.5 فبيكون عندنا الجواب 4.12. وهذا عندنا الرقم الثاني على المدى القصير اللي هو زد سكور على المدى القصير 3.781، فالزد سكور عبارة عن 5.28، وعلى المدى الطويل اللي هو 5.01 عبارة عن الزد سكور على المدى الطويل اللي هو 3.505. إذا بكل بساطة الزد سكور المستوى سيما هو عبارة عن الزد سكور زائد 1.5. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.